إذا الميكانيكال إفكت أوضح واحد في الميكانيكال إفكت هو الفلويد إن جلاس أو ليكويد إن جلاس. ليكويد إن جلاس بميزان الحرارة أبسط نوع من أنواع اللي عندي بيكون في كونتينر. الكونتينر بيحتوي الكحول أو بيحتوي الزئبق. وعندنا طبعا في ادفانتجز لكل واحد على الثاني. عندي هون طبعا هذا هون الريزرفوار وفي علامه راح احكي عن العلامه هاي. العلامه مهمه بتهمنا. ليش العلامه بتهمني هون؟ في زي مارك عليها. وراح يصير هلا تمدد. طبعا بدنا الثيرمال كوفيشنت اوف اكسبانشن. لاحظوا المواد كلها كل اي ماده في لها بروبرتيز هائله خصوصا البروبرتيز الميكانيكيه. مزبوط. من البروبرتيز اللي حكينا عنها الاسبوع الماضي ايش مثلا؟ اليونغز موديولس اوف الاستيسيتي. قديش الماده الاستيك. مزبوط. بس كمان في ثيرمال بروبرتيز للمواد. ايش الثيرمال بروبرتيز للمواد؟ في عندنا الثيرمال كوندكتيفيتي تمام اللي هي الموصليه كيف بتوصل الحراره. فعندي اذا ماده عم بتمر فيها حراره كيف طريقه انتقال الحراره هذا بيعبر عنه بالثيرمال كوندكتيفيتي. كمان في عندي يعني هي نحط هون ثيرمال كوندكتيفيتي لماده بتقول لي قديش الماده هاي سهوله ايصالها للحراره. مظبوط. في مواد جيده بايصال الحراره وفي اشياء عازله. ايش كمان عندنا كاركترستكس؟ في ثيرمال كوفيشنت اوف اكسبانشن. ايش يعني؟ معامل التمدد تبع هاي الماده. فلما تيجي تزيد درجه الحراره راح يبدا يتمدد وهذا في له بارامتر. ايش كمان عندنا؟ مثلا في عندنا ثيرمال هيت capacity او specific heat capacity. هاي ايش بتعبر؟ بتقول الماده عندي لما ببدا بسخن اذا بدي ارفع درجه حراره هاي الماده. المواد مش زي بعض. في مواد بدها جولز اكثر حتى ارفع درجتها درجه حراره مئويه واحده وفي مواد بدها اقل. مزبوط. هاي ايش بتشبه بالكهرباء؟ كاباسيتنس. هون هاي ايش بتشبه الريزيستنس. بس هذه ثيرمال ريزيستنس وهي كانها ثيرمال كاباسيتنس. فالمواد لها خصائص كثيره. مثلا من الخصائص الاخرى كمان عندي الثيرمال كوندكتيفيتي. مثلا الكوفيشنت اوف ثيرمال كوفيشنت اوف ريزيستنس يعني كيف تتغير المقاومه تغير بدرجه الحراره لما بغير. وكل المواد مختلفه ممكن تلاقي مادتين متشابهات جدا في بارامتر ومختلف في بارامتر ثاني. هون الثيرمال كوفيشنت اوف ريزيستنس يعني كيف تتغير مقاومه الماده لما برفع درجه حرارتها. هون ثيرمال هيت كاباسيتي او سبيسيفيك هيت كاباسيتي كيف قديش بدي جولز عدد من الجولز من الحراره احطها في ماده حتى ارفع درجه حرارتها. الثيرمال كوندكتيفيتي قديش سهوله الماده هاي انها توصل الحراره او تعزل الحراره. فهي بتعطيني هون فكره عن الانسوليشن. ثيرمال كوفيشنت اوف اكسبانشن كيف الماده ميكانيكيا. هلا من اهم الاشياء اللي بتهمنا هون هي الثيرمال كوفيشنت اوف اكسبانشن هي كيف الماده بتتمدد لما وهي هاي معظم الاشياء الميكانيكيه اللي رح نحكي عنها بتعتمد على ثيرمال كوفيشنت اوف اكسبانشن. اي ماده لما بأثر عليها بدرجه الحراره رح تتمدد. هذا معامل. فعندي هاي الماده اللي موجوده هون اللي هي زئبق او كحول رح تتحرك وفي عندنا طبعا تدريج من هون رح تبدا تعمل اكسبانشن والاكسبانشن رح يدفش هذا الانبوب. وهلا اظن عاده هذه بتكون هون في هون سيفتي بلب كمان محطوطه. السيفتي بلب الهدف منها اذا رفعت درجه الحراره كثير ما بدي ينكسر. فهون في عندنا مساحه كبيره زي سيفتي ديستنس بحيث انه حتى لو سخنته وزدت درجه حرارته اعلى من الريتد المطلوبه ما بنكسر التيوب الجلاس تيوب اللي موجود. بعدين في عندنا كمان هاي المارك. هاي المارك مهمه لانه لما بنزل هذا التيوب بدي اقيس فيه درجه حراره سائل رح يصير عندي مش بس تمدد للزئبق رح يصير في تمدد للزجاج. مزبوط. مش الزجاج نفسه رح يتمدد. هلا عاده الزجاج اللي تحت النقطه هاي رح يتمدد والزجاج اللي فوق اذا ما انتقلتش الحراره له بسهوله ما رح يتمدد. التمدد هذا اللي بيصير بالزجاج ايش رح يعمل؟ بسبب خطا في القراءه. مزبوط. فلذلك السكيل هذا لما ببيعه صانع الهاي بكون ماخذ بعين الاعتبار انك انت ما بصير تغطس الهاد الا عند النقطه هاي. تغطسه عند نقطه معينه بحيث انه المسافه اللي تحت هاي النقطه هو ماخذ بعين الاعتبار انه رح تتمدد وماخذ هذا في عين الاعتبار في السكيل اللي موجود هون. لو نزلتها اكثر شو بصير؟ لو غطست هذا اللي هون نزلته اكثر شوي رح يصير تمدد كمان لهاي القطعه الزجاجيه هون. هاي مش ماخوذه بعين الاعتبار فرح يصير في خطا بالقياس. اذا نزلته اقل
رح يصير في جزء من اللي موجود هون ما رح يتمدد، فرح يصير في خطأ في القياس. فهذه الإشارة مفروض إذا كانه ميزان زئبقي صحيح يعني نوعيته جيدة لازم تكون العلامة هاي موجودة عليه، فيعرف إن لما بنزله في السائل بعرف لأي نقطة حتى أخذ بعين الاعتبار الخطأ اللي رح يصير في تمدد الزجاج نفسه. هلأ ميزة الكحول على ال خلينا نشوف بس الاختلاف بينهم. هلأ ميركوري عنده مشكلة الزئبق ما بيقدرش يقيس درجات حرارة منخفضة لأنه التجمد تبعه على ناقص 37.8 بالعشرة، ما بنقدر نقيس فيه درجات حرارة منخفضة كتير، في حين الكحول 70. ما عنديش أنا هون ناقص 70 أنا مش متأكد حسب ما بقول ثامر هون. هلا الميزة الثانية للكحول له هاي كوفيشنت اوف اكسبانشن. الريزولوشن تكون عالية. تمام مش الريزولوشن، تفضل. السنسيتيفيتي بعطيني سنسيتيفيتي اعلى. يعني هذا لما يكون هاي كوفيشنت اوف اكسبانشن بصير لما يعطيني حرارة بصير في تمدد اكثر، لما يصير في تمدد اكثر بصير عندي سنسيتيفيتي اعلى، السنسيتيفيتي الاعلى بقدر اشوفها بشكل اسهل. فهذا هاي كوفيشنت اوف اكسبانشن. بشكل عام درجات الحرارة تبعت الزئبق اللي بقدر اقيسها اعلى من درجات حراره الكحول، لان الكحول طبعا مشكلته درجه الغليان تبعته منخفضه. فعندي هون الزئبق بقدر اطلع فيه ل 315 درجه مئويه لانه بتحمل درجات حراره اعلى. يعني نلخص، الكحول بقدر يقيس درجات حراره منخفضه، الزئبق بقدر يقيس درجات حراره اعلى. الكحول عاده طبعا صعب اشوفه، فعاده بلونوه عشان يبين في ال والهاي كوفيشنت اوف اكسبانشن اعلى للكحول، لكن الشائع اكثر هو الزئبق. شائع اكثر هو الزئبق. هاي احد اول طرق، طريقه من طرق الميكانيكال مينز للقياس.